السلام عليكم. اليوم عندنا جهاز ايضا من شركة الكتة اللي هو شواية الصاج. هذا الجهاز جهاز قوي متين، مثل ما معروف انه هذه الشركة بها ضمان لمدة سنة لاغلب منتجاتها. شواية الصاج ممكن ايضا استخدامها غير استخدامات، مثل ما تعرفون ممكن واحد يشوي بها خبز او سمك او دجاج او لحم اضافة الى الصاج. على كل حال الجهاز مثل ما واضح قدامنا تشوفونه، هذا الغطاء تيفال قوي ومتين وايضا مصقول بحيث ممكن تنظيفه بسهولة. لوحة التحكم واضحة قدامكم، تحكم درجة حرارة الجهاز وايضا الذراع المقبض الخاص، حتى ممكن انه تستخدمه بضغط بصورة قوية في حال شوي لحوم او دجاج. وايضا اكو ميزة جميلة بهذا المنتج، هذا الزر الواضح انه ممكن انه استخدامه حتى تقدر تتحكم بغطاء. اراويكم شلون ممكن واحد يتحكم بالغطاء. هذا الغطاء ممكن تتحكم به على حجم المنتج المراد شويه، حتى تتحكم بهذا الغطاء العلوي كما واضح عن طريق الزر الاسفل او الجانبي اللي راونكم اياه. سعر هذا المنتج 60,000 دينار، 60,000 دينار. وايضا هناك هاي الاضافات البسيطه ممكن اوضحها هنا هذا المكان لتجميع بقايا الطعام او الدهن اللي ممكن يتجمع بهذه المنطقة، ممكن تجميعه بهذا الوعاء. مثل ما قلنا هذا الجهاز بضمان لمدة سنة وسعره 60,000 دينار.